لسه في الأيام أمل مستنين. شيرين عبد الوهاب مهددة بدخول السجن، ماذا عن حسام حبيب؟ وهي ترد: إحنا شمعة منورة وما فيش مخدرات. تداعيات أزمة شيرين عبد الوهاب في تسارع كبير، داعية مصر يشن هجوما عليها ويدعو إلى محاكمتها، والجمهور يتعاطف معها ويستذكر هذا الحديث لها. عمري ما تخيلت إنك يوم تروح. أصبحت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مهددة بالسجن، وذلك بعد الحديث عن إدمانها على الممنوعات ووصولها إلى المرحلة الثالثة، إذ أنها تتواجد حالياً في إحدى المستشفيات للعلاج. طلب الداعية المصري مظهر شهين بتقديم شيرين إلى المحاكمة في حال ثبت إدمانها، بحسب ما أكد كل من شقيقها ووالدتها. حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده إزاي ده ببقى موعدة. وكتب على صفحته الخاصة عبر موقع فيسبوك: يجب أن تقدم المطربة للمحاكمة وألا يتعاطف معها أحد باعتبارها نموذجاً سيئاً أساءت إلى نفسها وجمهورها، فضلاً عن مخالفتها القانون والشرع، وإما أن يكونا كاذبين، وفي هذه الحالة يجب أن يحاكما بتهمة التشهير والإساءة إليها علناً ويعاد لها حقها الأدبي والقانوني. وأضاف: أما الذين يدافعون عنها لمجرد صوتها حتى لو كان كلام والدتها وأخيها صحيحاً، فهؤلاء كلامهم لا علاقة له بالقانون ولا بالشرع والأصول وما يجب أن يكون. مين اختار يعيش حياته؟ مين اختار يحبني؟ وأكمل: المريض لم يختر المرض ولم يسعى إليه، ولكن المرض هو من يهاجمه رغماً عنه، على عكس المدمن فهو الذي اختار ذلك الطريق وسعى إليه بمحض إرادته وأنفق فيه أمواله. ومن ناحية أخرى، وبالتزامن مع الأزمة الكبيرة هذه التي تواجهها الفنانة شيرين عبد الوهاب، فقد أعاد العديد من جمهورها نشر مقطع من مقابلة سابقة أجريت معها تؤكد فيه أنها لا تتعاطى الممنوعات أبداً، لافتة إلى أنه هناك العديد من أنواع الإدمان، من الإدمان على الأدوية أو الأكل وحتى العادات السيئة. وقالت خلال مقابلة لها مع الممثلة المصرية إسعاد يونس ضمن برنامج صاحبة السعادة الشهر الماضي: إحنا فل وما فيش مخدرات ولا حاجة، إحنا شمعة منورة.